السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوه خوتنا غاني من مجموعة أصدقاء المقنين. اليوم نهار الثالث تدوى نهار الثالث خوتنا. بغيت نقول لكم أنا واش درت دركا زيري فيت لي طاط الفرخ ما هزيت وما والو. بقيت نغزر معاه مليح، شفت البوراس تاعو، نيتوايت لو كرياج، حطيت له صابل جديد، حطيت له ماكله كيما نقولوا فخاش، الماكله القديمه مليحه، وزدت لها هذه انا بالريغه مخلطه برك، مش يعني حاجه هاديه، زدتها شويه. هذه فري، هذه كنت بكري مدها انا الحسون تاعي، كان بكري ما شاء الله بها. على هذه بغيت نعطيه شويه. هاك تشوفوا خوتنا، وعاد يروح المجواره ان شاء الله بربي، ان شاء الله نخرجوه ويرتاح ونروحوا بشويه دوقا دوقا لو فقنا ربي ان شاء الله. انا ظهر لي راه فيه تحسن، بغى ياكل هاو ياكل. وشنو هو خاوتنا، بغيت ننصحكم وسي المجوارات ساعة ساعة توله الفراخ ويحصل لك في المشوار ويبقى لك نهار كامل ويموت. ولا خاوتنا غاني من مجموعة أصدقاء المقنين، الفرخ نهار الثالث كما يقولك تخوازيام جوغ، هاو الفرخة وعاد ياكل وفي تحسن ان شاء الله، وان شاء الله نخرجوها. مازال يعني شوف مع المرض وجهو عاد نعرف كيما جاي، تقول جاي من نعرف منين. شوف مسكين تقول فار. ولا خوتنا واش راح نقول لكم اخر الكلام، هاك تشوفوا الحسون قدامكم وفي تحسن ان شاء الله، وحنا وراه كيما قلنا تروازيام جور لازم تفيري في الكاجا البوراس تاع الفرخ، تشونجيلو تمسحلو الباطو على لي ميكروب، تفيري في كلش. تسمى علاش درك مع البوراس تاعو هو يخرجو يزيد يعفس عليه وياكل منه يزيد يبقى ديما مريض. ولا خوتنا واش راح نقول لكم، بقاو على خير وان شاء الله وفقنا ربي نزيدو نعشوه لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.